عصر التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي، أصبح التعليم المالي للأطفال ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان مستقبل مالي مستقر ومستدام. الأطفال هم بنات المستقبل، وتزويدهم بالمعرفة المالية منذ الصغر يفتح لهم أبواب النجاح الشخصي والمهني. إن فهم قيمة المال وكيفية إدارته بذكاء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياتهم بشكل لم يكن متاحاً للأجيال السابقة. حتى الخامسة من عمره لا يعرف الطفل من أين يأتي المال تحديداً. مع ذلك تشير أبحاث إلى أن العادات المتعلقة بالمال لدى البالغين تتشكل عند سن السابعة. وتقول إليزابيث كيلبي أخصائية علم النفس الكلينيكي عن المجتمع البريطاني، وهو الأمر الذي ينطبق على مجتمعات كثيرة أخرى، إننا لا نتحدث عن هذا الموضوع وكأنه أحد المحرمات، وخلافا لجوانب أخرى متعددة ينقل الآباء عاداتهم نفسها إلى الأطفال. فما الذي يمكنك أن تعلمه لطفلك ليكون مستقلا من الناحية المالية؟ وفق دراسة أجرتها جامعة كامبريدج، تتشكل عاداتنا الخاصة بالقرارات المالية عند سن السابعة، إذ نكون قادرين على فهم التخطيط للمستقبل وتأجيل الإنفاق حتى وقت لاحق، وفهم كيف يمكن أن بعض القرارات لا رجعة فيها. ويؤكد الدكتور ديفيد ويكربيرغ أحد المشاركين في هذه الدراسة أن عادات الآباء تغلب على أطفالهم، ففي هذا السن المبكر لا يتاح للأطفال التحكم سوى بالقليل من المال، ويكون للآباء السيطرة على قرارات الأطفال، وبهذا يكتسبون المهارات الأساسية منهم. بين كل 4 آباء هناك واحد فقط مقتنع بأهمية تعليم الطفل كيفية إدارة المال. يقول الدكتور سام واس المحاضر في علم النفس التنموي بجامعة شرق لندن أن فهم كيف أن الآباء لا يرون في تدريب الطفل على أمور البالغين مثل المال أمرا جذابا، ويضيف هناك جانب مرح في حقيقة أن الأطفال الصغار يعيشون سنواتهم الأولى بتلقائية دون قيود ومشكلات الكبار، لكن إذا كنت تريد أن تقدم لطفلك مهارة تفيده مدى الحياة، فكلما بدأت مبكرا في تعليمه إدارة الذات وأن يتغلب على رغباته كان ذلك أفضل له. بين 3 والـ 5 لا يكون الطفل على وعي معقول بالأرقام ومعناها، لكن المفهوم الأبرز الذي يمكننا ترسيخه لديه هو أن يتعلم الانتظار وكيف يؤجل الشراء وتحقيق الرغبات، بحيث يعتاد كلمة ليس الآن، ويتعلم أن لا يحصل على كل شيء يريده كلما اصطحبه الوالدان إلى المتجر. يمكن أن يخبره ذات مرة إننا لسنا هنا لشراء شيء يخصه، وإن الهدف هذه المرة هو شراء الحليب مثلا أو شراء هدية لأحد الأصدقاء. ويقول غريلين دانيال نائب المدير التنفيذي للرابطة الوطنية لتعليم الأطفال في الولايات المتحدة إن القدرة على الانتظار أمر أساسي يجب غرسه عندما يبدأ الأطفال في فهم ما هو المال.